وكل سنة وانتم طيبين وأجواء رمضان مستمرة. وطبعا عايزة أقول لكم إن إحنا يعني خلاص كلنا عارفين إن إحنا ارتباطنا برمضان مش بس بالروحانيات والأيام الجميلة طبعا بتاعت رمضان، لكن بالفوازير كمان ومن كل الأشكال. دلوقتي هنشوف فوازير كتير جدا، وعايزة أقول لكم في فوازير فكرتها مختلفة جدا، وفي واحدة اسمها أسماء رؤوف مؤسسة مبادرة مصر أحلى قررت إن هي تعمل ترويج لمصر خلال شهر رمضان بالفوازير السياحية دي. أسماء عايزة أقول لكم إن هي هتزور 30 مكان في مصر وهتعمل عنه فيديو قصير جدا، وفيروز كمان يعني هي اسم الفوازير واسم المكان. تفاصيل أكتر هنعرفها منها. هي معانا دلوقتي على التليفون. ألو، مساء العسل أبيض. مساء العسل الابيض ومساء الجمال عليكم، وانا من اشد المعجبين الاول بعسل الابيض وبجمالكم. حبيبتي ميرسي حبيبتي ميرسي ميرسي ده من ذوقك. ربنا يخليكي. اولا ان شاء الله انا عامله حاجه جديده في رمضان اسمها فزوره مصريه. يمكن احنا بقالنا كتير قوي مفيش فوازير رمضان، وكنا مرتبطين يعني صغير وكبير بيستنى رمضان عشان الفوازير. ايام بقى نيلي وشريهان و... طبعا و... و... وفطوطه كانت حاجات حلوه قوي جدا يعني جدا فاكره مرتبطه بينا ومرتبطه يعني بايام جميله عشناها. فالاجيال حتى اللي طالعه دلوقتي مش عارفه يعني ايه فوازير، او يمكن في اطفال او في سن اكبر من الاطفال شويه يقول لك لا احنا ما شفناش الفوازير. كل ده حقيقي. لهم عن الفوازير او ان هي بتاعت زمان، لا احنا هنعمل فوازير تاني حتى لو مش من خلال التلفزيون، هتبقى من خلال السوشيال ميديا اللي هي تعتبر في كل بيت وفي كل مع الصغير مع الكبير معاه موبايل معاه الانترنت عليه ليل ونهار. فهيبقى شيء كويس جدا ان احنا نربط فوازير رمضان في الوقت اللي ما بقاش فيه فوازير بالسوشيال ميديا. الجديد بقى ان هو هيبقى عن الاماكن السياحيه. هتعرضي فين الفوازير دي يا اسماء؟ الفوازير فين المكان ولا فين على الانترنت؟ على الانترنت يعني. اوكي حلو قوي. وهتروحي بقى 30 محافظه مختلفه عشان تعملي 30 حلقه مش كده؟ تمام ان شاء الله. انا هلف كل الاماكن يعني انا بكلمكم دلوقتي وانا في نويبع بصور من هناك. حليت فزوره اهو على الهواء. طب غششينا كمان، عايزين نكسب حاجه بقى. والله هي حتى يعني الحمد لله من بدا ما نزل خبر الفوازير ولقيت الناس كتير جدا عايزين نكسب، وكمان الجائزه جميله قوي بمناسبه ان هنكون لسه الامتحانات خلصانه والناس خلصت. ايوه احنا اهم حاجه عندنا الجائزه، عايزين نعرف هنكسب. أيوة بقى. ايه بقى رحله ولا ايه؟ الرحله 4 ايام 3 ليالي لاماكن ساحليه جميله جدا جدا في مصر. في 30 فايز هيكونوا باذن الله. كل يوم فايز وان شاء الله يعني يستمتعوا بجمال بلدنا ان شاء الله. هنوريهم مصر في الفوازير بطريقه جديده، هنخلي الناس هي اللي تبحث وتدور المكان الجميل ده فين في مصر، ويبداوا ينزلوا عن المكان ده. اول ما يشوفوه هيبحثوا عنه. نسبه السيرش على جوجل على الاماكن المصريه هتلاقيها من الاول. بس بقول لك ايه يا اسماء، ما تخليش الفوازير صعبه، يعني حاولي تسهليها يعني خليها تبقى متناول الجميع. عايزه اقول لك ان انا مصوره جوه المكان وكمان بتكلم عنه، يعني اكتر من كده سهل ما فيش. الله اقول لكم ايه تاني يا جماعه. الله الله. لا بس والله فكره حلوه جدا، برافو عليكي. ان فعلا طبعا يعني ما فيش احسن من مصر عشان نبين كل جمالها، وما في يعني ما فيش اكتر من مدن اللي في مصر اللي كلها فيها حاجات ساحليه وسياحيه حلوه جدا جدا. احنا بنشكرك جدا جدا على الفكره الحلوه دي. الله يخليك. وان شاء الله عايزين بقى بعد رمضان بقى ايه نبقى نشوف بقى اعمالك الجايه ايه ان شاء الله، ويبقى عندك فكره جديده حلوه كده برده شيء السياحة في مصر إن شاء الله. إن شاء الله.